يسرقون البسمة من فم الغياب بخطاهم الخفيفة على الأرض وأفراحهم القليلة. لا يبدو العيد هذه المرة كسابقيه، والحرب تلقي بظلالها الثقيلة على الجميع، ورغم ذلك لا يخلو الأمر من شيء من البهجة حتى وإن كانت ممزوجة بالكثير من العناء الذي يفوق أعمارهم وأحلامهم معا. تعود الحياة بخجل لهذا الشارع الذي اعتاد أن يغص بالزوار والمتسوقين، خصوصا في مثل هذه الأيام التي تسبق الأعياد والمناسبات الدينية، لكنه كغيره من الأسواق اليمنية في المناطق المحررة لا تزال تعيش تداعيات الحرب وتفاصيلها التي لم تنتهي بعد. الناس الآن نازحين كثير، من قبل في يعني كان في مجموعة يعني، بس الآن أكثر العائلات مش موجودات الآن بالعيد، يعني أكثر الصديقات بعضهم مسافرين، في منهم فقدوا الوالد، يعني ما فيش فرحة. الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ضربت البلاد مع الحرب ألقت بظلالها الثقيلة على معظم السكان في كل المدن والأسواق اليمنية، فتردت الأوضاع المعيشية والقدرة الشرائية، ودخل الناس في أزمة لم تستثني أحدا إلا تجار الحروب. حرب موازية لتلك التي عمادها البارود والقذائف، وإن كان مصدرها هو ذاته التحالف الانقلابي، حيث تعيش المناطق المحررة أياما مثقلة بالحرب والحصار، تطال المدن المحررة تلك التي لم تبرأ من آثار الحرب والدمار. يعجز سكان هذه المناطق عن استلام مرتباتهم بسبب إحجام الميليشيا التي تسيطر على البنك المركزي اليمني عن دفعها، وصعوبة التحويلات المالية الخارجية، وهو ما يتسبب بعجزهم أيضا عن الوفاء بمتطلبات العيد. أما من فقدوا وظائفهم وتعطلت مصادر دخلهم فتلك قصة أخرى تحمل أوجاعا ومآسي، حيث تعيش هذه الشريحة ممن فقدوا وظائفهم على المعونات والإغاثات الإنسانية أو يهلكون دون ذلك. اللي نزحوا، اللي فقدوا أولادهم، اللي فقدوا صغار، واللي مباتير أرجلهم وأيديهم، يعني صدق إن العيد مأساة، وفعلا يعني حاجات يعني تدمي القلب. في عيد هو الثاني من أعياد الفطر المبارك يعيشه اليمنيون تحت أصوات المدافع وتداعيات الحصار، تفاصيل لا تنتهي مع اقتراب العيد وفشل الآمال المعلقة بالسلام المحتمل العائد من مشاورات الكويت. لكنهم ورغم كل شيء لا يزال اليمني كعادته يرمم وجه الحياة بصبر، وهو يلتحف الأمل بوقف الحرب وإحلال السلام. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير.